السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي جريد 4 في شرح منهج الساينس مع مستر ماجد نجيب فهيم. ازيكم؟ كل سنة طيبين. ان شاء الله النهاردة هنبدأ نشرح الساينس فيرست تيرم. طبعا تابعونا على القناة، وهناخد يونت 1 ليفنج اورجانيزم، كونسبت 1 ادابتيشن اند سيرفايف. طبعا احنا في الساينس المادة جديدة، لازم نحفظ الكلمات الاول علشان نعرف نشتغل. يعني لسن 1 جايب الكلمات بتاعته، يا ريت نقراها مع بعض الاول وبعدين نشرح مع بعض الدرس بيتكلم عن ايه. كلمه adapt يعني تكيف، زي ما انتم شايفين. adapt، survive يبقى على قيد الحياه او يعيش. desert يعني صحراء، واحنا عارفين كلمه desert قبل كده خدناها. bury يعني يدفن او bury. lizards سحالي، جاي من lizard سحليه. نوع من انواع الايه؟ الريزلت. ريبتايلز يعني ايه مستر؟ ريبتايلز زواحف، يعني التعبان ريبتايلز، الريزلت ريبتايلز، وهكذا اسمها ريبتايلز. بعدين بينتينج يعني يلهث او اللهث. بنت يلهث، بينتينج اللهث. شادو طبعا شادو كلنا عارفين يعني ايه الظل، يا ريت نحفظ الكلمات. ستور يخزن، ستور. بعدين بينجوين يعني عارفين طائر البطريق اسمه بينجوين. جمع فوت اقدام. كلايمت يعني المناخ، كلايمت. فيذرز ريش، فيذرز. فاتس دهون. بلاد دم، بلاد. فيزلز اوعيه، فيزلز يعني اوعيه. انتاركتيكا طبعا انتاركتيكا يعني القطب الجنوبي او القاره القطبيه الجنوبيه. فينيك فوكس، ثعلب اسمه ثعلب الفينك، فينيك فوكس. كاراكال عناق الارض، حيوان اسمه عناق الارض هوريكم شكله دلوقتي. بولر بير يعني الدب القطبي. وفي براون بير الدب البني. ارتيك القطب الشمالي. ارتيك. بليندينج يعني مزج او اندماج. كاموفلاج يعني تخفي. فير يا اولاد يعني فارو. سكيلز حراشف او حراشيف. سكيلز. هايد طبعا كلنا عارفين يعني ايه هايد، يختفي. هايد. بعد كده هانتينج الصيد. بريدتور مفترس. براي فريسة. بريدتور براي. يا ريت نراجع الكلمات تاني ونرجع الفيديو ونحفظ الكلمات الاول حلو قوي قبل ما نبدا نشرح في الدرس. نقول بسم الله ونبدا نشرح درس النهارده، وبيتكلم على الادابتيشن. ايه الادابتيشن يا مستر؟ ادابتيشن يعني تكيف. ادابتيشن ده عباره عن حاجه كاركترستكس يعني صفه او ميزه بتساعد هيلب ليفنج اورجانيزم، بتساعد الكائن الحي علشان يحصل له سرفايف. يا ريت سرفايف بس اند ريبروديوس. يعني ايه يا مستر ريبروديوس؟ ريبروديوس يعني تكاثر، يعني يعيش ويخلف، يجيب افراد جديده عشان يحافظ على النوع بتاعه. ده معنى كلمه ادابتيشن. يبقى الادابتيشن عباره عن صفه بتعمل ايه يا مستر؟ help living organism to survive. يبقى help living organism to survive and reproduce. الكائن الحي او living organism لازم يعمل adaptation عشان يحصل له survive. يبقى احنا فهمنا كلمة adaptation تكيف، survive يبقى على قيد الحياة. الكلايمت ده المناخ، واحد من الريزون يعني من الاسباب for adaptation. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا المناخ يكون حر قوي، برد قوي، لو الليفنج اورجانيزم يعني الكائن الحي ما عملش ادابتيشن هيحصل له داي، هيموت. يبقى لازم يعمل ادابتيشن علشان ايه؟ اجين سيرفايف اند ريبروديوس. الكلايمت ده المناخ عباره عن ريزون، واحد من الفور ادابتيشن. على سبيل المثال لو كانت الهابيتيت، يعني ايه مستر كلمه هابيتيت؟ الموطن. هابيتيت يعني المكان اللي بيعيش فيه الكائن الحي اسمه هابيتيت. الديزرت، عندك السحليه اللي انت شايفها في الصوره دي الاجمل ليزرت، بتعيش فين الاجمل ليزرت؟ في الديزرت. الاحظ ان في اوقات الحراره الهوت تايم بتحافظ على بادي كول. يعني ايه بتحافظ؟ كيبز. يبقى الليزرت في الهوت تايم يعني اوقات الحراره كيبز بتحافظ اتس بادي كول. ازاي؟ هتحط على نفسها ميه؟ لا، بتدور على حته شادو. فايندينج شادو بالبحث عن ايه؟ الشادو، يعني بتدور على حته ايه؟
shadow during hot and sunny days. During hot and sunny days. دي مين الأجمة؟ أجمة ليزرد أو بقول عليها سحالي الصحراء اللي انتوا شايفينها في الرسمة دي. لو ما عملتش كده يحصل لها داي، هتموت. يبقى لازم تعمل سيرفايف، عشان تبقى سيرفايف يعني تبقى على قيد الحياة لازم تعمل ادابتيشن. ايه الادابتيشن اللي بتعمله؟ انها بتدور على ايه؟ اجين بتدور على شادو، فايندينج شادو، بتدور على حاجة ايه؟ عبارة عن حاجة ظل عشان تعمل لها ايه؟ تستخبى من الهوت اند ساني دايز. الاحظ يا اولاد ان الكائن الحي بيعمل عملية اسمها كاموفليج. خلي بالك من كلمة كاموفليج. ايه الكاموفليج؟ التخفي. يعني ايه كاموفليج؟ يعني هو بيستخبى في البيئة اللي عايش فيها عن طريق مثلا يغير لونه، يبقى لونه زي لون البيئة. عشان كده بيعمل عملية اسمها كاموفليج. كامو ايه؟ فلاج. احفظ كلمة كاموفليج. الكاموفليج يعني تخفي. عبارة عن تايب اوف ادابتيشن، نوع من انواع الادابتيشن. الانيمال بيعمل ايه؟ يستخدم تو هايد، يستخدم عشان ايه؟ يستخبى from predator المفترس او البراي الفريسة. يستخبى من البريدتورز او البرايز، يعني عاوز يصيد حاجة يستخبى منها، ويخاف ان هو يتاكل يستخبى برضو من المفترس البريدتورز. عشان كده بيعمل عملية اسمها ايه؟ كاموفليج. بيعمل عملية اسمها ايه؟ كاموفليج. تعال ناخد اكزامبل الادابتيشن مع بعض. واول حاجة ناخدها البينجوين فيت. زي ما انتوا شايفين في الرسمة ان البينجوين بيعيش فين؟ بيعيش في الصحراء؟ لا طبعا، بيعيش في الانتاركتيكا. ايه الانتاركتيكا دي؟ موجودة حاجة اسمها بولر كلايمت، يعني طقس مناخي، طقس قطبي، يعني كلها سنو زي ما انتوا شايفين، تلج. عشان كده دايما واقف على ايه؟ برافو، على التلج زي ما انتوا شايفين. الاحظ ان البينجوين كل جسمه متغطى بالفيذر. طب ما دام جسمه متغطى بالفيذر هيبقى دافيان. طب رجليه اللي انت شايفينها دي متغطية بالفيذر؟ لا. هل يقدر يطير عشان يستخبى من التلج او يقف مثلا على اي حاجة؟ لا، كانت فلاي. يبقى هو دايما stand on ice. يعني stand on ice، واقف على ايه؟ الايس all days، جميع الايام او طول اليوم. هلاحظ الاتي، ازاي بيعمل adaptation عشان يعيش؟ ما ممكن رجله كده من التلج ما ينفعش يقف عليها؟ لا. الاحظ ان البينجوين فيت اللي انتوا شايفينها دي ما بتغطاش بفيزر. يبقى بيعمل ايه؟ بيحصل ان عنده طبقة دهون اول حاجة على ايه؟ layer of fat على جسمه، thick layer of fat بتغطي جسمه، وجسمه بتغطى بدنس فيزر. يعني ايه دنس فيزر؟ يعني ريش كثيف، يعني ريش كتير قوي. عشان كده من يجي جسمه فوق دفيان رجليه بردانة. طب يعمل ايه في رجليه يا مستر؟ البلاد فيزلز اللي بتشيل هوت بلاد، اهي اللي انتوا شايفينها دي اللي بتشيل الدم السخن. يعني ايه بلاد فيزلز؟ الشرايين، الحاجات دي والاورده لونها احمر دي، شايله هوت بلاد، بتلف حوالين، موف اراوند ذا فيزلز كاري كولد بلاد. يعني الكولد بلاد يطلع لفوق للهوت بلاد، الهوت بلاد يدفي الكولد بلاد، ينزل يدفي ايه؟ رجليه، يعمل لها ايه؟ وورم او هيت to the cold feet. يعني خد لي رجليه تبقى سخنه. نقولها تاني، البلاد فيزلز اللي بتشيل هوت بلاد موف اراوند، بتلف حوالين الفيزلز اللي بتشيل كاري كولد بلاد عشان تعمل لها تدفيها، خلاها ايه بقى؟ ترانسفير اوف هيت تو ذا كولد فيت، تنقل الحراره للكولد فيت، يعني الايه؟ رجليه اللي ايه؟ اللي بردانه او اقدامه البارده. ده بالنسبه للبينجوين فيت بيعمل ادابتيشن. امال ماله البولر بير اللي انتوا شايفينه ده؟ شايفين البولر بير ده؟ الدب ده اللي على فراقه لونه ايه؟ ايوه برافو عليكم، وايت، ابيض. الاحظ الاتي، بيعيش فين البولر بير؟ الهابيتيت قلنا يعني الموطن، بيعيش في الارتيك يعني القطب الشمالي. هل القطب الشمالي ده حاجه سخنه؟ لا. is cold and snowy يعني برد وتلج. عنده ايه البولر بير؟ وايت ثيك فير. خلي بالكم ثيك يعني تخين، وايت ابيض، فير يعني فارو تخين ابيض. ليه؟ عشان stay warm in cold، يخليه warm يعني دافي. وبيعمل ايه تاني؟ وبيخليه blend. يعني ايه مستر كلمة blend اللي انتوا شايفينها دي؟ يندمج. help it to blend، يعني بيعمل عملية ايه؟
برافو. كاموفلاج يعني كاموفلاج تمويه او تخفي او تخفي. ليه؟ علشان بلند ويز ذا سنو از يحصل له سنيك اب. يعني سنيك اب يتسلل عشان ياكل البري بتاعته الفريسه عشان ما يبانش وسط التلج. زي ما انتم شايفين في الصوره ما باينش وسط التلج اهو. ليه؟ عشان عنده وايت ثيك فير بيخليه وارم وفي نفس الوقت بيعمل عمليه ايه؟ كامو ايه؟ كاموفلاج. البراون بير والدارك بير اللي انتم شايفينهم دول طبعا دي دارك ودي براون. الاحظ ان هم بيعيشوا فين؟ في الفورستس. يعني ايه فورستس؟ غابات. الغابات لونها وايت؟ لا، لونها زي الشجر، لونه دارك، لونه براون. عشان كده عنده بلاك اند براون فير عكس البولار بير. زي ما انتم شايفين بلاك اند براون فير. البلاك اند براون فير بتخليه هيلب ات تو هايد، بتخليه هيلب ات تو ايه؟ هايد among the tree. يعني ايه هايد among the tree؟ يستخبى من ايه؟ من الاشجار، او سوري يستخبى في الاشجار لما يعمل هانتنج. يعني ايه هانتنج؟ هو بيصيد. عشان كده بيعمل برضه عمليه كامو ايه؟ كاموفليج. الحيوان اللي ورانا اللي بعدين الحيوانين التانيين كركال وفينيك فوكس. ده الفينيك فوكس شايفينه، وده الكركال عامل شبه القطه بس ودانه طويله شويه وتسننه. بيعيشوا في الديزرت. الديزرت لونها ايه؟ برافو، لونها يلو، اقول عليها ساندي كولرد. يعني ساندي لونه زي لون الرمله، او تان كولرد. تان كولرد يعني لون الفراق بتاعه تان، يعني ساندي. علشان كده يا اولاد بيساعدوا في بلند. قلنا يعني كلمه بلند نحفظها، بلند يعني يندمج ويز ذا ديزرت، يندمج مع الصحراء. عشان كده ما يبانش في الصحراء. زي ما انت شايف الفراق بتاعه، الفير بتاعه لونه تان كولرد اهي، وده شبه الساندي كولرد. ليه؟ عشان يعمل له كاموفليج برضه يستخبى. اخر حاجه عندنا النهارده الليزرد السحالي. السحالي دي زي ما انتم شايفين الاحظ انها مش باينه وسط الصخره. شايفه؟ شايف؟ شايف؟ مش باين وسط الصخور. ليه؟ عشان هو بيعيش في الديزرد. عشان كده ربنا عطاه حاجه اسمها كولرد سكيلز. كولرد سكيلز. الكولرد سكيل ده بتساعده هيلب زم هايد among the colored rocks. يعني استخبى هايد among the colored rocks in the desert. في الصحراء. زي ما انتم شايفين الليزرد مش باينه فين؟ في الصحراء، عشان بتعمل عمليه كاموفليج او بتعمل هايد among the colored rocks، او بقول عليها تستخبى بين الكولرد روكس يعني الصخور الملونه. عشان عنده كده اسمها ايه يا اولاد؟ الليزرد كولرد سكيل. بكده أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي جريد 4 عرفنا ايه هو الكاموفليج وايه هو الادابتيشن والسرفايف. بيعمل ادابتيشن يعني يعمل ايه؟ سرفايف. يبقى خلي بالك معايا تاني، نحفظ كلمة ادابتيشن تكيف. عشان يعمل ادابتيشن ليه؟ عشان يبقى سرفايف. يعمل ازاي ادابتيشن؟ نوع من انواع الادابتيشن الكامو ايه؟ كاموفليج. يعني ايه كاموفليج؟ يبقى لونه زي لون الحاجة اللي عايش فيها. بولار بير لونه وايت، عنده وايت فير. براون بير عنده براون فير. الليزرد عنده كولرد سكيلز. الفينيك فوكس والكراكال عنده تان كولرد او ساندي كولرد فير، علشان برضو يعمل كامو ايه؟ كاموفليج. كده بقى اعزائي تلاميذ الصف الرابع خلصنا ليسون 1. ان شاء الله نشوفكم على خير في ليسون 2 قريب جدا. بس ذاكروا الدرس ده واحفظوا الكلمات، ويا ريت تكرروا الحاجه كذا مره وتفهموها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.